أصدقائي أهلا، صباح الخير. طبعا زي ما احنا متعودين ان احنا بنلتقي معاكم كل يوم أربعة من 8 ل 9. النهاردة يوم الجمعة وبنلتقي معاكم برضو من 8 ل 9، انتظرونا الأربعة والجمعة من كل أسبوع. طبعا ان في كل حلقة من الحلقات احنا بنقدم موضوع جديد، بنقدم فكرة جديدة، بنقابل ناس كتير مختلفة، رجال أعمال، صحفيين، فنانين، شباب عندهم ابتكارات، عندهم أفكار. في كل حلقة بنتكلم في موضوعات جديدة. النهاردة حلقة مميزة جدا، حلقة هتعجبكم إن شاء الله. استنونا علشان في مفاجآت كمان في الحلقة معانا. معانا النهاردة هنتكلم على موضوعات كتير، وبيشاركنا طبعا في التقديم في كل حلقة الفنانة سوسن ربيع. صباح الخير يا سوسن. صباح الخير محمد. الحلقة النهاردة هيبقى دمها خفيف جدا إن شاء الله. نقول يا رب ويبقى دمنا خفيف على قلبك وتحملونا. نجوم ماسبيرو يتحدثون. مين نجوم ماسبيرو؟ ويا ترى لو اتكلموا هيقولوا ايه؟ كل التفاصيل دي هنعرفها من الأستاذة سهى سعيد، الصحفية بمجلة الإذاعة والتلفزيون، واللي قدمت لنا نجوم ماسبيرو يتحدثون. هنعرف ايه موضوع الكتاب وايه ازاي نجوم ماسبيرو وقالوا لها ايه. عايز اقول كمان على الكلام اللي حضرتك بتقوليه ان هي اول صحفية تعمل توثيق للرواد العمل الاعلامي بماسبيرو. يعني لما يبقى في حد بيسبق الجميع بخطوة، ده نشكره، لانه فعلا مهم جدا ان احنا نعرف التاريخ الاعلاميين وقد ايه اثروا، وهنعرف كل ده منها طبعا. صباح الخير. صباح الخير. سعيده جدا طبعا ان انا معاكم النهارده في كل الناس نيوز. يعني ربنا يخليكي. اهلا بيك. اهلا بيك. نحب نبتدي، تحبي تبتدي منين البدايه بتاعتك؟ لو هنتكلم يعني لو هنتكلم عن المشوار الصحفي، طبعا انا خريجه اعلام 2006، وبدات طبعا اشتغل في مجال الصحافه. يعني تدربت في مجال الاذاعه والتلفزيون في عهد استاذي طبعا استاذ ياسر رزق، وبعد كده تم تعييني فيها بقى، وبدات بقى مسيره يعني بدايه المشوار. يعني عملت حوارات كتير قوي مع كبار الفنانين، يعني استاذ نور الشريف، استاذه يسرى، حسين فهمي، يعني مجموعه كبيره قوي. بس وعملت برضو سلسله الاهمال على المستشفيات، يعني قبل ما اتجه بقى للحوارات المذيعين وكده، عملت سلسلة كانت مهمة جدا، كانت مكونة من 8 مستشفيات حكومية، سلسلة الإهمال على المستشفيات، وحققت صدى كبير جدا ساعتها من وزارة الصحة، وتم استضافتي طبعا في قطاع الأخبار والنيل الأخبار ساعتها يعني. فبعد كده بقى بدأت المسيرة بقى، فكرة عملت مغامرات صحفية كده متنوعة، وبعد كده بدأت بقى من 4 سنين اتجه لفكره توثيق مشوار رواد العمل الاعلامي ماسبيرو اذاعه وتلفزيون. ودي كانت فكره الحمد لله رب العالمين، يعني انا صاحبه الفكره، ودي يعني اول حد يعملها كصحافه. حلو يعني طبعا. فربنا يخليك يا دكتور. فانا ده اتجهت بقى الاتجاه ده فعلا من 4 سنين كده، حوالي 4 سنين. فبدات بعمل سلسله حوارات كبيره قوي على صفحات مجله الاذاعه والتلفزيون، وثقتها في كتاب نجوم ماسبيرو يتحدثون. هو طبعا اصدر في معرض الكتاب دورة يوبيل الذهبي في يناير 2019، السنة دي يعني يناير اللي فات، وحقق رد فعل كبير قوي، وهو يشمل أساسا 32 شخصية من رواد العمل الإعلامي، بس كان معظمهم طبعا تلفزيون. وكان طبعا من كرم ربنا عليا لا انفردت بحوارات مع ناس غابت عن الإعلام أكتر من 25 سنة و30 سنة. هتقول لنا هي... زي مين؟ زي مين بقى؟ لا قبل ما نقول الجزء، هو ليه الإذاعة مظلومة؟ لا أنا هقول لحضرتك، أنا عملت السلسلة، يعني سلسلة الحوارات دي عملتها مدار سنتين في مجلة الإذاعة، وبعدها على طول حتى ما خدتش فترة راحة والله يا دكتور محمد، استمريت في سلسلة الحوارات، خدت بقى كبار الإذاعيين حاليا، وان شاء الله هيصدر. انا بكلم الكلام ده لانك حتى الفنانة سوسن كمان كل ما بتطلع في لقاء تتكلم على الاعمال المسرحيه، الاعمال التلفزيونيه. كويس. لا والله. لا لا لا. بصي لما تيجي تتكلم على الاذاعه تحس انها بتخطفها كده. لا 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 لا. فعلا بنت الاذاعه. انا بنت الاذاعه وبحب الاذاعه جدا، وانا كنت بشتغل في الاذاعه من وانا كده صغيره، طول الكرسي اطلع عليه، وانا عمري في الاذاعه حد يطلبني يقول لا. صحيح. وبتعمل مسلسلات متميزه جدا. لا الاذاعه لا انا بعشقها طبعا، بعشق الميكروفون. فانا بس الجزء الاولاني من الكتاب اللي هو نجوم ماسبيرو يتحدثون ده، هو يشمل 32 شخصيه من رواد العمل الاعلامي. فزي ما بقول لحضراتكم انفردت يعني بشخصيات كانت غابت على الاعلام اكتر من 30 سنه. فكان معايا مثلا ملك اسماعيل، معايا استاذ سهير شلبي، استاذه فريده الزمر،
مجموعه كبيره قوي يعني من الناس، استاذ كاميليا الشنواني معايا بقى الجيل بقى اللي انا منتصف الثمانينات، فطبعا الدكتور ابراهيم الكرداني ده الواحد كان بيصحى للصبح طبعا برامج التعليميه وصباح الخير يا مصر، ومعايا طبعا استاذ جلال علام المخرج الكبير، استاذ يسري غرابه، استاذ محي جلال المخرج، استاذ محمد الامين طبعا مخرج عصافير الجنه، وانفردت برضو بحوار مع رضوى بنت الاستاذه سلوى حجازي، ده كان انفراد بالنسبه لي، وطبعا تحدثت معايا عن مشوار الاستاذه سلوى حجازي ودخولها التلفزيون وحبها للشعر، وطبعا اشهر برامجها وقد ايه كانت هي بتحب قوي يعني رغم نجاحها في انواع البرامج المختلفه يعني، بس كانت بتحب جدا برامج الاطفال، فدايما كانت بتحكي لي كواليس عصافير الجنه. استاذنك معانا مكالمه. معانا مكالمه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف انت؟ عايزه كلام معانا موجوده. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذ سهى؟ عامله ايه؟ الحمد لله. طيب عايزه اكلم، عايزه اكلم حضرتك في موضوع شخصي بس ما اقدرش اكلمه على الهواء. حاضر. ممكن تسيبي رقم حضرتك في كنترول واحنا نخلي الاستاذه سهى تتواصل مع حضرتك. الو. اوكي خلاص. استاذه اتركي بس سيبي الرقم بتاعك في الكنترول، واول ما نخلص على طول استاذه سهى هتتواصل مع حضرتك ان شاء الله. كملي بقى. بس فانفردت بقى بحوارات عديده جدا يعني في هذا الكتاب، واللي بيميز هذا الكتاب يعني فكره اللي مش مجرد بعمل حوار صحفي عادي، لا انا كنت بحاول اتكلم اكتر يعني نشاتهم كانت عامله ازاي، كواليس دخولهم التلفزيون كانت عامله ازاي، الاختبارات نفسها كانت عامله ازاي، يعني معظم انا يعتبر خدت معظم الجيل الاول خالص اللي هم في منهم ناس بدات قبل بدء ارسال التلفزيون، توثيق لحياتهم عموما من البدايه يعني من بدايه ودورهم في ماسبيرو ماسبيرو يعني انا انفردت بحوار مع الاستاذه علويه زكي الله يرحمها لسه متوفاه قريب، دي طبعا من اول المخرجين خالص في التلفزيون، ومعايا الاستاذه مجيده نجم. انا شفت الاستاذه مجيده دي بقى على فكره مربياني. في نقطه مهمه جدا تطرقنا ليها وهي كيفيه اجتياز الاختبارات. كويس. الموضوع ده مش اي حد بيتكلم فيه، لا طبعا، لان الموضوع ده شباب كتير بيبقوا ممكن عايزين يعرفوا ايه اللي بيحصل كواليس بالزبط. الموضوع ده لو الاختبارات زمان كانت صعبه جدا، الدنيا مختلفه غير دلوقتي، اصعب يعني في امتحانات مثلا لغه انجليزيه، امتحان لغه عربيه وفرنساوي ونحو ومعلومات عامه ومعلومات عامه وثقافه، ده بلس بقى اللي هم بيقعدوا سنه لحد مثلا يطلعوا على الشاشه سنه تدريب، فحضرتك متخيل ده كان معظم يعني الاجابه عن السؤال ده، وفكره طبعا كان في رموز كتير الناس بتتتمنز عليها يعني حتى من كبار الصحفيين وكده كانوا بيتواجدوا في ماسبيرو، وكان مثلا كاعضاء لجنه التحكيم مثلا في لجنه الاختبارات قبول المذيعين وكده، فالحوارات بتشمل بقى النشأة ودخولهم للتلفزيون وازاي يعني اهم البرامج بتاعتهم، وازاي كان برضو يعني طبعا ماسبيرو طبعا ولد عملاقا وسيظل عملاقا يعني دي كلمة دايما الواحد بيقولها. انا دايما بقول على كلامك ان الاعلامي الموجود على الساحة اللي دخل ماسبيرو وابتدى ان هو ينشأ هذه النشأة ويتتلمذ ويتعلم ويشوف في استوديوهات داخل الاستوديوهات ايا كان ممثل ايا كان اعلامي ايا كان معد ايا كان مقدم اتربى على الاسس الحقيقيه لاحترام الاعلام لكيفيه تقديم العمل، وده اللي يسمى اعلامي. صحيح. الباقي لا مفيش ماسبيرو هي مبادئ الاعلام الحقيقيه. لا ده المشكله ان بقت في ناس يعني مثلا ايه يطلع مثلا في اربع خمس ست حلقات خلاص بقى اعلامي، ودي الكارثه يعني، وما يبقالوش اي صله بالاعلام لا دراسه ولا تدريب ولا ويهاجم. اي حاجه خالص ويهاجم الاعلاميين ودي الكارثه الاكبر. وطبعا في انواع زي كده، بس ماسبيرو فعلا يعني كل ابنائه هم اللي برضو يعني هم المتواجدين بالفعل، هم المتواجدين يعني حتى يعني في كل الاماكن يعني سواء في الاعلام العربي او المصري. عندي سؤال بقى، ايه من الرواد اللي كنت حابه ان انت تعملي تكتبي عنه وما قدرتيش؟ لا انا هو الكتاب حوارات مع الشخصيات يعني كويس. مثلا كان في ناس يعني استاذ محمد رجائي طبعا يعتبر من الجيل الاول خالص، يعني حكى لي بقى الكواليس اللي هو بدا اشتغل قبل بدء الارسال يعني قبل وفاته طبعا. بقى ده قبل وفاته بسنه ونص تقريبا قابلته طبعا الله يرحمه يعني اشتغلت معاه في وزير عم فؤاد وحكالي بقى في وزير عم فؤاد طبعا ذكرت في وزير عم فؤاد وقال لي الكواليس بقى وابله فضيله هي اللي اختارت له استاذ مصطفى الشندويلي يكتب له يكتب الحلقات، وازاي كان على علاقه برده مع الاستاذ فؤاد المهندس ايام ما
كان هو مسؤول النشاط الثقافي في جامعه القاهره، وبعد كده تولى اداره البرامج للاطفال الاستاذ رجائي، تعاونوا بقى هو وعلى فكره كان بيتعاون مع الاستاذ رجائي كمان الاستاذ مسعد فوده اللي هو نقيب السينمائي. انا اقول لك حاجه لذيذه، تخيلوا الفرحه اللي في عيوننا او في عيونك وفي عيونك وانت بتتكلموا مثلا على ابله فضيله. كويس. يعني انا كمان انا هقول لك حاجه، انا بالنسبه لي ابله فضيله مثلت معايا مسلسل كنت كاتبه في الاذاعه اسمه اطفال دوت كوم. انت ما تعرفيش فرحتي انا شخصيا قد ايه ان قيمه وقامه عملاقه زي دي، هي ست جميله وهي بقى قد ايه اثرت في حياتنا كلنا، مش بس كويس. فتخيلي وانت بتتكلمي عنها الفرحه عامله ازاي بجد. يعني الناس دي اللي انت بتعمليه ده يضاف، مش يعتبر يضاف، ده من اهم الحاجات او الخطوات الاساسيه العملاقه اللي انت بتكرمي بيهم الشخصيات القيمة دي، وكمان بتعملي تاريخ لاسمك بشكل مختلف بحروف من ذهب، لان الناس دي كل واحد فيهم قيمة وقامة حقيقية، وان حد يفكر في ده ويبقى سباق ده ليكي كل التحية والتقدير. لا صغيرة برضو يعني مش كبيرة يعني. لا والله انا بس 15 سنة في مجال الصحفي، بس هي الفكرة دي فعلا جات لي من حوالي 3 سنين، والحمد لله بقى يعني عملتها صفحات مجلة الإذاعة ووثقت طبعا الجزء الأولاني، هو 32 شخصية، ناس كتير قالوا لي هو كبير شوية، وفعلا كتاب 400 وحاجة صفحة. ما أنا شفته ما شاء الله يعني. عايزة أقول لك من الأخبار السعيدة اللي حابة أقولها لكم، اللي هو تم الاستعانة بيه برضو في يعني في كذا طالبات يعني بيعملوا دراسات عليا في كلية الإعلام، اتصلوا بيا وتم الاستعانة بالكتاب في دراسات العليا، فده كان خبر سعيد بالنسبة لي. انت بتقولي الجزء الأول، معنى كده إن أنت في نيتك في جزء تاني. هو رواد الإعلام مش 32 بس، فإن شاء الله. إحنا لاحظنا إن في الجزء الأولاني أغلب رواد تلفزيون، مش بس تلفزيون، اللي هم الأحياء اللي هم ما زالوا ربنا يديهم الصحة وطولة العمر موجودين. هل بقى المتوفيين منهم دول هيبقوا في الجزء التاني؟ لا ده هيكون يعني بعمله برضه، يعني أنا في الفترة الحالية زي مثلا الجزء الأولاني برضو الناس اللي رحلوا لازم يعني فلازم اللي احنا برضو نوثق مشوارهم حتى من خلال اهاليهم او ابنائهم. فبالتالي الاولاني برضو خدت البنت او من حاجة تانية ممكن كمان من اصدقائهم الموجودين، ما ده اللي انا هعمله يعني ده دي ان شاء الله يعني برضو يعني بعملها في الفترة الحالية. بس انا حابة برضو فكرة الناس الموجودة دلوقتي الواحد يقدر ياخد كلام منهم، يعني تخيل برضو انا لحقت الاستاذ رجائي الله يرحمه، استاذ علوية زكي ده كان انفراد بالنسبة لي، استاذ علوية كان عندها 90 سنة ورحت حاورتها، وقد ايه كانت سعيده بصحفيه شابه حابه توثق مشوارها برضو، يعني تعتبر كان حوارها بحقيقي انفراد، وكواليس الحوار معاها كان ممتع جدا جدا. استاذ شروق شفعي لو بنتكلم بقى عن الناس اللي ساهمت فعلا في تاسيس ماسبيرو، هي اللي اسست طبعا هويه القناه الثانيه، استاذه شروه شفعي، فمحدش برضو ينسى دورها. ومعايا بقى مجموعه كبيره، استاذه سهير شلبي، استاذه فريده الزمر، استاذ محمد عبد النبي طبعا مخرج الفوازير، بس طبعا الفوزير. لسه بقى في الاستاذه دريه شرف الدين معايا ان شاء الله في انا عايز احط نقطه طبعا والاذاعه بقى تخش يعني الاذاعه انا خدت كل ده اللي حضرتك بتقول عليهم برضو، يعني طبعا لو الناس متابعه مجله الاذاعه كل ده نزل في مجله الاذاعه خلال السنه اللي احنا فيها دي كلها، يعني انا ما خدتش راحه الجزء الاولاني، بدات على طول حوارات، خدت طبعا كبار الاذاعيين استاذه ايناس جوهر، استاذ محمد مرعي، استاذ كامل بيطار، يعني مجموعه كبيره قوي قوي من الاذاعيين. استاذه ايناس جوهر علامه طبعا من علامات الاذاعه طبعا، اللي اي حد يقف قدامها بتكلم جد بقى كفايه تسالي الدنيا دي الشاب بتاع الجدع شفت اسئله خطوتك في المقدمه بتاعتك انت لو بصيت على رجليك وعاجل كنت بعشقها على فكره من وانا صغيره احب اسمعها جدا، برنامج تسالي ده كان بيبقى الساعه 4 تقريبا في الشرق الاوسط كان لازم اساسي بموت في صوتها يعني. ست جميله جدا حتى على المستوى الشخصي، على المستوى الشخصي رهيبه دي حقيقه. لا بجد، وكمان لما تقفي قدام الميكروفون مع كل الجمال اللي هي فيه والعلاقة اللذيذة اللي ممكن تبقى موجودة بتتكهرب، تبقى في عالم تاني بجد، يعني عندها شخصية. لا الإنسان يعني اللي بينجح دايما بيبقى قلقان على نجاحه صحيح. يعني الناجح دايما يبقى خايف بالزبط. يبقى متوتر مهما وصل للنجاح عايز يحافظ على ده صحيح. يعني أما الفاشل ما بيفرقش معاه بقى هو لكن فعلا الإنسان الناجح بيحاول يحافظ على ده صحيح. بس أنا عايز أسألك على حاجة انت صحفية بس احنا لما اتقابلنا طبعا احنا عملنا يعني حاجات قديمه سوا للاذاعه والتلفزيون فكرتيني بيها النهارده لكن احنا دايما بنتقابل كمعده لبرنامج فلاش في قناه النيل للدراما بالظبط كده مظبوط. لا انا من زمان وانا بعد برضو يعني انا بجانب عمل الصحفي طبعا شاركت في اعداد برامج
كتيره يعني، حتى في الفضائيات كدريم وروتانا يعني زمان يعني بدايه تخرجي، ودلوقتي برضو انا معده في القطاع المتخصصه. وعايز اقول لك الاعداد بجانب يعني المجال الصحفي طبعا دكتور واحد. محمد عارف يعني يعتبر حاجه يعني لا لا بس انا عايزك طب ما تقولي لنا حاجه كده للشباب اللي بيسمعنا. الاعداد جزء صغير، طريقه الاعداد، هل يعني هم بيشوفوا دايما المذيع المذيعه اللي بيقعدوا يتكلموا على الشاشه، لكن ما بيعرفوش ان في فريق جامد جدا وفي معده او معد او معده او فريق اعداد كامل، هم اللي بيحضروا كل كلمه بتتقال على الهواء. انا بس لو انت حضرتك بتسالني على الاعداد، انا هرجع بس لحته مثلا رواد الاعلام اللي انا عملتهم مثلا، كان معظمهم كان في منهم طبعا بيعد برامجه، وفي ناس تانية معدين بقى، بس معدين زي مثلا استاذ مفيد فوزي، استاذ يحيى تدرس، يعني المعدين الكبار دول. فدول برضو كان المذيعين وقتها برضو بيشاركوا المعد، يعني حتى يعني مثلا في اثناء تجهيز الحلقه. يعني احنا مشكلتنا اللي احنا دلوقتي بنعاني اللي فيه بعض، يعني انا اسفه اقول كده، بعض المذيعات يعني مجرد قراءه السكريبت بس. فزمان لا، من الناس الرواد اللي انا عملت معاهم الجيل الاول والثاني والثالث اللي معايا في الكتاب، لا بيقولوا لي احنا كنا بنقعد مع المعد نشوف الفكره ماشيه ازاي، بنقعد مثلا ده في ناس كانت بتقعد مع الضيوف قبل الحلقه مثلا بيومين، تروح تقابلهم في مكان مثلا او كده، بحيث يتكلموا مع بعض، ويجي ده مثلا وقت التسجيل او وقت الهوا يكونوا بقى يعني عندهم يعني ملمين طبعا بكل حاجه. فده برضو اللي بيميز، يعني لو حضرتك بتكلمني على الاعداد، ففي جزء برضو من مقدم البرامج. ولو انت انا معترضه على حته انهم يقعدوا مع الضيوف قبلها بيومين ثلاثه، لا يعني انا في ناس قالوا لي كده منهم، يعني التلقائيه في اللقاء بالضيف ومفاجاته بالاسئله بتبقى افضل. انا هقول لك، انا مش عايز اقول اسم النجم، هي مدارس بقى. انا مش عايز اقول اسم النجم، اسم النجم اللي كان موجود فيه مذيعه من المذيعات جالها نجم من النجوم فمش محضره، فبتقول لهم على مين معانا مين معانا، بتقولوا ايه؟ كويس، راح سايبها النجم وقايم ماشي. ما ده مش عارفه مين معاها، لا دي يعني كارثه. لا دي حاجه ثانيه يعني. اقل حاجه ما عارفه مين الضيف اللي جاي. في مذيعه كنت قاعد معاها، فبتقول لي ما فيش سكريبت، فبقول لها حضرتك انت عارفه هنتكلم في ايه؟ هنتكلم على الاطفال والحاجات دي وكده. طب يعني ايه موضوع الاطفال هنتكلم فيه؟ يعني في موضوع كبير بنتكلم فيه. الاعداد بقى، بص حضرتك بتقول ايه، هو ده الاعداد بقى، يعني الاعداد طالما جيد ومتميز كل ده هيطلع على الشاشه. ما ده اللي انا عايزه اقوله، يعني حتى لو المعد حضرتك بتقول لي للشباب فكره اللي هو اختار فكره حتى متميزه، هو ده اختار الضيف المتخصص. تمام. يعني مثلا لسه كنت محاوره الدكتوره هاجر سعد الدين، طبعا الاذاعيه الكبيره او رئيسه لشبكه القران الكريم طبعا، وهي من اهم الناس طبعا من الاذاعيين الكبار، قالت لي فكره التخصص، يعني دايما كانت بتجيب مثلا في الحنفي تجيب الحنفي، المالك مش عارفه ايه كده، عارفه ازاي يعني فكره حتى ده المفروض على فكره التخصص يعني قوي. لان ما اجيبش اي ضيف يقول لي الناس اي كلام بعيدا عن تخصصه بالظبط، بتكلم فكره معينه اجيب الضيف المتخصص. بما اتكلمنا في اذاعه القران الكريم، عايزين نبارك للدكتور حسن مدني طبعا الرئيس الجديد لشبكه القران الكريم، الف مبروك يا دكتور. وانا عايزه عندي مباركه للدكتور اشرف زكي طبعاً. مسك رئيس الاكاديميه، اكاديميه الفنون. يا رب بالتوفيق ومن نجاح لنجاح يا دكتور، وانت تستاهل كل خير لانك بجد بتجتهد وبتشتغل وما بتنامش عشان خاطر كل الناس اللي حواليك واللي بتحبك. الف مبروك، مبروك علينا احنا وجودك في الكلام ده حقيقي. الكلام اللي حضرتك بتقوليه ان هو تليفونه ما بيتقفلش، بيروح لكل الناس، بيكون ده حقيقي. احنا برضو كصحفيين كمعدين فعلا دكتور اشرف على طول يعني ما بيرد على اي تساؤل، مش بيتاخر فعلا على اي حد. وده حقيقي. وده بجد لما تلاقي حد يستاهل المكان اللي موجوده فيه، انت بتنبسط وبتبقى فرحان، لان فعلا الاختيارات بتبقى موفقه وبتبقى جيده، وبتحسس الناس بالرضا انه فعلا الشخص ده يستاهل المكانه دي. طبعا طبعا احنا الكلام معاكي ما بينتهيش، وبجد يعني الفقره مرت بسرعه جدا، بس عايزين منك وعد ان انت تكوني معانا فقره تانية ان شاء الله، وفي حلقه تانية، وتكلمينا اكتر بقى، لان في حاجات كتير. يعني كان في سؤال من الاسئله، كل اللي انت عملتيه اكيد قابلتي صعوبات. بص الصعوبات بالنسبه لي كانت المذاكره، زي هاخد من كلمه حضرتك فكره اللي انا كنت بعده برضو، يعني اذاكر الشخصيه قبل ما اروح. يعني انت لو حضرتك قابلت معظم الناس اللي انا عملتهم الحمد لله رب العالمين، شهادتهم كانت كبيره قوي في حفلات التوقيع والندوات اللي عملتها في كتاب، كانت 7 مارس برضو من اهم الندوات، كانت في الاوبرا، كلهم جولي وقالوا دي ندوه تاريخيه، وقالوا كلام في المايك بالنسبه لي كبير قوي، اللي انا كان في بعض الشخصيات بيقولوا انت فكرتينا بحاجات عن مشوارنا احنا كنا ناسيينها. فتخيل دي شهاده برضو يا دكتور محمد، يعني بالنسبه لي كبيره قوي. فانا يا في مسؤوليه وضعت عليا، فبحاول اكون على قدها، والحمد لله رب العالمين ان شاء الله
الله يعني السلسله مستمره وربنا يوفقك. ربنا على ما اعتقد ان احنا الحلقه بتاعتنا دي برضو شهاده مهمة جدا واحنا سعيد بيها انا شخصيا وسعيد وهناخد منك وعد ان انت تكوني معانا في حلقة تانية ونكمل الله الكلام بتاعنا الحلو ده ان شاء الله. شرفتينا ونورتينا وسعداء بيكي واحنا جداً. عايزين بقى كمان نبقى منفردين بالجزء الثاني وانت بتكتبيه هتقولي لنا بتكتبي عن مين. ما هو في جزء من الاذاعه هو اللي انا شغاله فيه من الفتره الحاليه في الحلقه الجايه ان شاء الله هتقولي لنا. ميرسي جدا نورتينا اصدقائي. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني مع الفقره الثانيه انتظرونا. بشكر طبعا الفنانه سوسن ربيع، بشكر الصحفيه المتالقه دايما يعني مجموعه كبيره جدا من الاعمال، بتمنى لها كل التوفيق والنجاح في حياتها وفي اعمالها. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني يا اصدقائي. اوكي افرودايت سبا هو اول سبا اند ويلنس سنتر من سنة 2004. احنا كنا حتى بنشرح للناس يعني ايه سبا، الناس ما كانتش فاهماه قوي لانه هو ما هوش بيوتي سنتر، ما هوش كوافير، هو ويلنس سنتر، هو بيدي راحة نفسية للمرأة وبيجدد لها كل خلاياها وكل حياتها ويغير لها كل نظامها بطريقة عيشة. اتس لايف، هي الفكرة ان هي بتيجي حتى لو مش هتعمل حاجه، لو تقعد تسمع مزيكا، تقعد تقرا في كتاب، تبقى قاعده مرتاحه. المهم اتس لايف ستايل. الويلنس سنتر سبا افروديت عباره عن كذا برانش بيشتغل مع بعضه لتنشيط المراه بحيث انها تطلع من هنا ومرتاحه، لان طالما السيده متظبطه البيت كله متظبط. فاحنا بنفكر دايما ان نبتدي نغزلها شعرها، نبتدي نظبط لها بشرتها، وبعدين كل واحد على حسب سنها طبعا، العشرينات ليهم نظام، الثلاثينات ليهم نظام، الخمسينات، اللي فوق السبعين، الثمانين، كله بيشتغل على 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 البشره مختلفه. بنظبط مش يعني هو مش ماشي ان هو كل حاجه زي الثانيه، لا، كل واحده ليها نظامها. وطبعا البرودكت بتاعنا كله مستورد على اساس ان احنا في انا اصلان ده برودكت بيظبط الخلايا بتاعت البشره والخلايا بتاعت الجسم، وهي المنتجه دي كانت توفت 90 سنه وهي كان شكلها 30 سنه. ده البرودكت اللي احنا بنستعمله، كلها حاجات طبيعيه. بنبتدي نشتغل على لايف ستايل بالنسبه للاكل كمان، اتس دايتيشن، ما هوش ريجيم. هو عندنا دكاتره جلديه ودكاتره تخسيس ودكاتره نفسيه ودكاتره بتظبط النفسيه بتاعت المراه عشان تقدر تتقبل انها تعمل اي ريجيم او اي رياضه بحيث انها تبقى مبسوطه، لان الناس تبقى نفسيتها كمان مرتاحه. بنعمل لايف كوتشنج، بنعمل علاج طبيعي، بنعمل اجهزه بتساعد مع مش عايزه اقول الريجيم، اللايف ستايل اللي هي بتشتغل عليه بحيث انها تبقى حياتها شغاله وحياتها للاحسن، دايما حياتها للاحسن، زائد الرياضه، زائد الاجهزه المساعده، كل ده هو بيساعد المراه ان هي تتقدم وتدينا اكتر. طالما متظبطه البيت كله اتظبط، وفي جاكوزي خاص بيهم، وفي حمامات مغربيه، وفي ساونا، وفي ستيم، وفي كل حاجة تهم المرأة.
الفقرة اللي دايما معظم النص الحلو بيتفرج عليها ومهتمين بيها جدا. طبعا بيشاركني في الفقرة التانية استاذة نيفين. نيفين صباح الخير. صباح الخير يا محمد. صباح الخير على كل حبايبنا اللي بيتفرجوا على برنامجنا، برنامج كل الناس نيوز. النهاردة حلقتنا هتبقى مفيدة جدا جدا، بتعجب او بيحبوها كل الفئات او الاعمار كمان، لان النهاردة الحلقة بتتكلم عن المساج. معانا ضيفتنا تغريد. اهلا بك يا تغريد. اهلا بك. خبيرة المساج والعلاج الطبيعي. تغريد، الاول عايزين نعرف يعني ايه معنى كلمة مساج؟ الأول شيء حابة أقول لكم ميرسي على اللفتة الحلوة إني أنا معكم. تاني شيء أنا أوريدي أخصائية سورية، بقالي شغالة بمصر تقريبا سنتين بالمساج. المساج فكرته، قبل ما نتكلم على المساج أقول لك طبعا مرحب بيكي في بلدك الثاني مصر، وبستغل الحلقة النهاردة إن أنا بعمل تحية لكل أصدقائي اللي زرتهم في سوريا وتعايشت معاهم وعشت معاهم وكان لي علاقات كتير جدا معاهم. بتمنى للبلد الجميله سوريا اللي انا زرتها اكتر من مره عوده الهدوء والاستقرار والامان للبلد. وبجد يعني انا قد ايه كنت ببقى وانا ماشي في شوارع وحواري وكل الاماكن، كان دمشق، حما، حلب، لاذقيه، كل الاماكن الجميله دي كلها، قد ايه بلد جميله واهلها. بجد لما تروح مصري في سوريا تحس ان انت في مكانك، وبيحبوا المصريين جدا جدا زي ما احنا كمان بنحبهم. هو يا رب عن جد وقت ترجع الاوضاع مثل قبل ان شاء الله. احنا اكيد لازم مثل ما يقولوا نشكر الشعب المصري على المعامله الحلوه اللي لقيناها، يعني تعتبر الوحيده من البلدان اصلا يلي لقينا فيها معامله شعب طيبه بزياده، ما حسينا حالنا غريبين ابدا. واحنا كمان لما بكون في سوريا مع عمرنا ما حسينا ان احنا، والله لا تاني. ان شاء الله بتزبط الاوضاع ونعود الاخبار. نكمل بقى كمان. المساج فكرته عند العالم شوي مثل ما يقولوا مغموره، يعني ما العالم ما عنده فضول تعرف شيء اذا ما لهم شايفين الريزلت تبعه. المساج هو الفكره تبعه مثل كانك عم تعملي سبور لجسمك بس من غير انت ما تحركي انت، يعني احنا عم نحرك الليمفاتيك جوا، نحرك الماسلز، نحرك البلاد سيركيليشن، وانت قاعده بريلاكسيشن، انت عم تريحي مخك وجسمك مع بعض. هي الوحيده ما بتلاقيها بالسبور طبعا، اذا عم تلعبي سبور لازم تكوني عم تتعبي، فلا هو بيريح المخ والجسم مع بعض، فيعتبر طيب. علاج مهم يعني. ايه انواع المساج وايه اهميته وفايدته؟ بمصر يعني هو ما له معروف كل انواع المساج، يعني يعتبر اغلب المساجات اللي بنسال عنها بيقولوا لي بدنا سويدش مساج، ويعتبر مساج سوفت ريلاكسيشن، بنتعامل مع الطبقه السطحيه من الماسلز بس. بس اللي بده يطلب هذا التايب المفروض انت اوريدي بتعمل كثير مساج، فما فيك تكون غايب وقاطع صار لك زمان او اوريدي انت مستريس زياده وتجي تقول لي بدي سويدش. انت لازم تروح في تايبات مساج بتكون ديب اكثر، هارد، بتعالج الديب لاير من الماسلز. في اول شيء مساج اسمه لومي لومي، هو تراديشنال، ما يستخدم كثير لانه اوريدي نحن عم نلعب على المايند اكثر من الجسم، هو فكره ريلاكسيشن للمايند. في السليمينج مساج كالليمفاتيك درينج، هذا بيعمل شيب للجسم، يعني الليمفاتيك درينج بنعمله على منطقه البطن، بننزل الميه الزياده من الجسم، فانت اوريدي بناخذ السايز تبعك قبل ما نكون عاملين كورس مع بعض، وبورجيكي انه انت عم يفرق السايز تبعك كشيب، يمكن ما تفرقي كوزن على الميزان بس بيفرق السايز والشيب فورا. الانتي سيلوليت مساج كمان بيفرق بشيب الجسم والسليمينج، بس هو هارد مساج. انت الفكره ان احنا عم نعمل مانوال ورك على الفاتس، احنا عم نحرك الفاتس نزقها بعد ما فتحنا الليمفاتيك لحتى نصرفها برات الجسم. هدول يعتبروا التايبين للشيب تبع الجسم. في شيء اسمه انتي ستريس، هذا الانتي ستريس للابر بودي، بنشتغل على الاماكن البريشر بوينتس يلي انت اوريدي بتجعك الرقبه، الكتاف، الاسفل، الظهر، تمام. هدول المناطق كثير بتكونوا سنسيتيف بحكم شغلك، بحكم القعدات الغلط يلي نحن بنقعدها، او حتى العالم اللي عندهم وزن زياده ممكن هذا الوزن ياثر على ظهرهم فبصير عندهم وجع. يعني انا بحب انه العالم تجي تسال تترك الموضوع للسبيشاليست انه انت تختاري المساج اللي بيناسب وضعك حاليا. بس هلا بمصر انا العالم بلشت تتانتر اكتف معي، يعني انه تجي تقول لي انا عندي الوجع بالمنطقه الفلانيه فتختار التايب. في الكابينج مساج، هو تايب مساج يعتبر صيني، نحن بنستخدمه مثل الحجامه، هو يعتبر من زمان نحن بنعملها، بس هي كمساج الحجامه مفيده كثير للجسم، اسمه كابينج مساج. في بقى الهوت ستون، في اكثر من تولز، يعني هو مع الوقت كمان عم يدخلوا البريشر ثيرابي على المساج، عم يدخلوا الويفز بالمساج، فمع الوقت بيطلع كمان تايب.
في استخدام لزيوت معينة لكل منطقة بنتعامل معاها يعني؟ حلو السؤال. الزيت بيلعب معي دور كتير كبير أنا كالأخصائي اللي عم بشتغل، بس أنا بروح للزيت حسب أنت شو بدك تعمل. يعني إذا بدنا نشتغل شيء للسليمينج بنروح للزيوت الحارة، الزنجبيل، الليمون، النعناع، الشيء اللي بيعلي الحرق عندك. بدنا شيء ريلاكسيشن بنروح للزيوت الهادية، البابونج، اللافندر. الزيت بيأثر على السكن أول شيء، بيأثر على المايند بالريحة، وبيأثر على الماسلز بالإفكت تبعه. فنحن حسب الطيب المساج منروح للزيت. أغلب الزيت اللي مستخدم هون يعني اللافندر كتير مطلوب، يعني الستات بيروحوا للريحة تبعه فخلص بيستسلموا. زيت السويت ألمند، اللوز الحلو، مفيد معي لأنه بياخد وقت لتمتصه السكين، فأنا بيكون معي شغال كتير حلو بالساشن. وزيت الكافور للإصابات والألم بالنسبة للريحة؟ مثل الكافور أنا ما كتير من أصحابه لأنه بيعمل سنسيتيف، في بعض السكين بتتحسس منه، يعني بتوري زيت كتير قوي. فما كتير أنا بروح لأنه جربه قبل، لازم تعملي تيست ممكن تتحسسي منه، بس هو كإفكت تبعه هو البنفيس تبعه فظيعة. بس يعني منروح لزيوت أخف نحن تحسبا لأنه بمعني شغالة مع كتير عالم. ف طيب إيه هو أصعب جلسة بالنسبة للمساج؟ أصعب جلسة إيه؟ على اللي عم يشتغل ولا علي؟ لا على اللي بيشتغل. على اللي بيشتغل أي حدا صار له زمان معامل مساج وبدنا نشتغل هارد مساج فهو أوريدي رح يتوجع بالسيشن. فأنا عندي مقولة بقول لهم جوات السيشن بتدعوا علي، برات بتدعوا لي بقى، لأنه أنت بقلب السيشن بتتوجعي، عم تنسحب منك كل شيء تنشن وجع أنت صار لك زمان مقربة عليه. بعد السيشن بعد ما تنامي وتفيقي ثاني يوم لسيبان الإفكت أكثر. بس في الكوبينج مساج مثلا الويت يلي فيها تشريط، هي العالم شوي عندها فوبيا منها، بس هي كتير مريحة. بس باقي المساج أي مساج عليك أنت بقى؟ علي أنا الديب تيشيو. ده مساج بده هارد، يعني بده بريشر فظيع لتشتغلي، لأني أنا عم فوكس على الديب لاير تبع المسلز، فهذا العالم اللي بيلعبوا جيم، فأنت متخيلي بقى العضلات اللي بدي أقابلها لأشتغلها. فوائد المساج، يعني في ناس كتير ما عندهاش ثقافة انها ممكن تروح تعمل مساج، يعني فكراها ان عملية ترفيهية حاجة ترفيهية. لا هي بدها معنى لكجيريس المساج. المساج بالعكس لازم يكون لايف ستايل، لانه نحن كلمة ستريس بحياتنا. انت مرافقتك كيف ما فتلتي راسك، اذا كنتي ماما بالبيت، اذا كنتي بتشتغلي، اذا كنتي بتدرسي، فهذا الستريس اوريدي ماشي معك. الستريس بيعمل بقى الوجع يلي بيخليكي انت تحسي حالك مالك قدرانة تقومي من السرير من غير سبب، لو ما كنتي تعبانة، مهبطة، المود تبعك بيأثر، وجع الراس، احيانا البريجننت، يعني هو البنفنس تبع المساج كبيره. اول شيء هي البيزك تبعنا انه نحن عم نحرك اللينف عندك والبلد سيركيليشن. نحن عالم شوي كسلانين، فبتلاقي البلد سيركيليشن تبعنا ما انا شغاله بكل جسمك، في عضلات ما عم تتحرك بقلب النهار. المساج وظيفته انه هو يعمل ويك اب للسيستم عندك كلياته بالاورجنز بالبلد سيركيليشن، فانت بتطلعي من السيشن حرفيا اخف أخف براسك بجسمك، تحسي خلص في شيء كان عليكي وراح. شو كمان؟ الوجع الراس، البريجننت افكتيف مع كتير. انت فيكي تبلشي تعملي مساج من تاني شهر وكل شهر له طيب معين، فلا. طيب مدة الجلسة بتتراوح من قد ايه لقد ايه؟ بصي مدة الجلسة بتبلش بتستارت من ربع ساعة للهيد، للريفلكسولوجي، الايدين، الرجلين، حسب الاريا، بنحكي باماكن صغيرة، لا ساعتين ونص ثلاثة بقى البني آدم. ايه في عالم تجي بتقلي انا بدي اوبن تايم، هي انت شغالة على البوينتس تبعها، بس بتعطي وقت بقى. يعني انا اوريدي اغلب الساشنز يعني بعملهم ساعة الفول بودي. سعر الجلسة بيفرق بين التايب المساج وبين الوقت وبين الاريا اللي احنا نشتغلها، بس تقريبا فينا نقول من 250 ل 500. وطبعا في تولز نحن بنجيبها من برا على طول، ففي تولز وان يوز للجيست، فانت اوريدي بتعملي السيشن بالغراض تبعاتك وخلاص. اذا بدك ترجعي لعندي فانت الكوب مثلا بتاخديها بتضل معك، في غراض انا اوريدي خلاص وان يوز. فهو البرايس بيتراوح حسب قلت لك الوقت وتايب المساج اللي احنا نشتغله والاريا. المكان كمان بقى، يعني لو حد بيسمعنا وحابب ان هو هلا انا شغاله بسنتر انا كثير مرتاحه فيه، يعني اول صار لي سنتين شغاله بمصر، بس معهم بقى لي فتره صغيره من شهر 8 تقريبا. المكان اسمه افرودايت سبا، هو حرفيا يعني الست وقت تفوت لعنا انا وقت فتت ما عاد يطلع،
يعني انت تخيل انت تعملي كل شيء بدك اياه، كل شيء ناقصك من اول ما من راسك لرجليك، ومالك محتاجه تروحي بقى كوافر وتروحي بعدين تعملي مساج وميك اب وكذا، لا كله موجود بقلب السنتر. عنواننا باسكندريه كفر عبده، اسمه شارع معروف الرصافي، وانا لساتني مضيعه بالشوارع بس لا حافظه عنوان السنتر. ايه لا لا هو اكسبيرينس حلوه، يعني انا لو ماني شغاله لا اكسبيرينس لازم الوحده تروح تعطي وقت تكافئ حالها، عرفتي بقلب الشهر او بقلب تعبك تبع البيت وكذا، تعطي حالك وان داي يوز تروحي تعملي ريلاكسيشن لجسمك. و ايه اللي يخلينا اختار افروديت صباع عن مكان تاني؟ شو يلي انا لا هو فكره انه تلاقي كل السيرفيسز يلي حكيت لك عنها موجوده بمكان واحد، انا ما شفت ولا سنتر باسكندريه، يعني اغلبهم مثلا كوزماتيك ففاتح كوزماتيك بس مثلا دكتور فيلر بوتوكس كذا، رايحين للسبا فبتلاقي بس حمام مغربي والجاكوزي والساونا، بقى الكوافير برا انت بدك تروح اذا بدك تعملي شعرك بعدين برا، لا هون انت في كوافير في كوزماتيك في دكتور في نيوتريشن في جيم، يعني لا انا ما لقيت ولا سنتر. طب والخامات اللي بتستخدموها كلها؟ البرودكت تبعنا والماتيريال اغلبها، يعني مثلا بالمساج نحن انا بعمل الزيوت، نحن بنكرر الزيت من النبته ذات نفسها، بنتركه فتره بالزيت لناخذ البنفيتس تبعها انه انا اكون واثقه اني انا عم باخذ شيء بيور. اللي بالكوزماتيك كلياته اغلب البرودكت تبعنا من برا، يعني نحن بنروح للفكره انه انت تاخذ احسن شيء بالبرودكت ذات نفسه. يعني زي ما بنقول زيوت طبيعيه عطريه عالميه. زيوت العطريه ايه فينا نحن في نباتات نجيبها من برا اوريدي، يعني هي ما موجوده بمصر، فانا اذا بدي اسحب الزيت تبعها انا لازم اجيبها من برا واحطها بزيت عندي لحتى اخذ الزيت تبعها، فلا كل البرودكت والاويلز اللي مستخدمه لا. طيب بالنسبه للحجز عن طريق الحساب ولا في موضوع فليكسبل كثير؟ موضوع فليكسبل كثير بالحجز، في واتساب في تليفون في البيج اوريدي على طول، نحن اكتف مع الجيست على الفيسبوك والانستغرام، فانت يعني كيف ما كنتي فاضي فيك تعزي. نصيحه بقى نقولها لكل اللي بيسمعونا وكل اللي بتسمع اللي بيسمعونا من الجنس الحلو ونص الحلو، بعد اذنك بس عايز اسال، هل المكان مرخص تحت اشراف طبي؟ اكيد اكيد، اول شيء انت بمصر مستحيل تعملي هيك حركه ابدا، ثاني شيء الدكاتره انت متى ما فتحتي سكشن فيه كوزماتيك فانت اكيد الدكتور يلي معك شايف الشهاده تبعه المكان طبعا. مرخص و... طب سؤال اخير بس للحوامل لسه جاي دلوقتي في مساج مخصص للحوامل؟ اكيد اكيد احنا لازم كده كده نعمل جزء تاني معاكي في الحلقه نصيحه صغيره في كلمه واحده بس نقولها لكل الناس اللي بيسمعونا، انا بدي بنصح العالم انه المساج هو علاج تكميلي مو علاج نهائي، انت المفروض تكملي بحياتك بالمساج، ما تحسي هو الوحيد يلي رح يحل لك مشاكلك ولا هو ما له موجود ابدا، ولازم اكيد اكيد تستشيري دكتور اذا انت عندك امراض وتكوني رايحه عند اخصائي شطور. طبعا احنا كنا سعداء، احنا كنا سعداء جدا باللقاء الحلو ده، الحديث معك بصراحه شيء جدا وانت وايدين ان يبقى في حلقه ثانيه ان شاء الله. اصدقائي احنا طبعا كنا سعيد ان احنا موجودين مع بعض النهارده، ويا رب يكون الحلقه استفدنا منها وتكون عجبتكم ونكون خفاف. استنونا يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله الساعه من 8 ل 9 في برنامج كل الناس نيوز. صباح الخير.